النهارده يعني الرئيس التقى ب كريستالينا جورجيفا، او امبارح ربما، كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي. في بقالنا فتره من التصريحات الايجابيه، كريستالينا اتكلمت على اهميه دور مصر في تحقيق الاستقرار والتزامها بالصلابه الماكرو ايكونوميك او في الاقتصاد الكلي وامام التحديات يعني، وان الصندوق بيساند مصر ويساند الاصلاحات في مصر. هل هذه التصريحات تعطي مؤشر بانه الفتره القادمه الصندوق مش هيضغط في اتجاه مزيد من المرونة، أم أنه يعطي مؤشر أنه ربما هناك اتفاق على تحريك في سعر الصرف الرسمي؟ الصندوق الحقيقة لم يغير أبدا من لغته أو من لغته في يعني إدراك الجانب الإيجابي في تحركات الاقتصاد المصري. دائما ما يكرر هذا، دائما ما يقول نحن مقتنعون بهذا. جانب حتى من هذه التصريحات من الصندوق هي نوع من انواع الدفاع من الصندوق عن سياساته، لان الصندوق الحقيقه هو الذي اقر هذه الروشته اللي مشينا عليها من 2016 وكان يدافع عن هذه الروشته باستمرار. تكرار هذه الروشته تقريبا بنفس تفاصيلها هو ليس من صناعه الصندوق، هي الحكومه الزمت نفسها بمسار، وهذا المسار الصندوق كل اللي بيساله هل انت التزمت بيه فعلا ولا لا؟ فبيجي يعمل مراجعه، هل انت دعيت الصندوق عشان يعمل مراجعه؟ ما حصلش، انت ما دعيتوش فما جاش. فهو هي هتيجي هتراجع على نفس ما الزمت نفسك انت بيه. طيب انا اذا اردت انا ان اغير ما التزمت به يجب ان ادخل في مفاوضات جديده، يجب ان تقوم عشان نوصل لحل سريع وفي الاجل القصير. لا بديل عن تجديد نقدي وتجديد مالي، يبدا التجديد المالي بوحده الموازنه يتضمن حد من الاقتراض طبعا، ويتضمن حد من الانفاق الحكومي الدولاري فورا، منتجات مصرفية جاذبة للفائض الدولاري المتاح في السوق المحلي يجب أن تبدأ فورا، جذب استثمارات من خلال إصلاحات ضريبية ومؤسسية وطاقوية، ما ننساش مشكلة الطاقة المستجدة والمستحدثة، تكون هذه الإصلاحات حقيقية. أنا متخيل أن ما تم الآن إذا تم يعني حضرتك بتتكلمي عنه يوم الأحد ضخ إضافي كي لا يكون دعما للسوق السوداء ودعم تجار العمله، يجب ان يتوجه لاستيراد سلع استراتيجيه بعينها، وكانه صحيح. دعم لهذه السلع الاستراتيجيه طيب. بشكل او باخر، مش اكتر من كده. انا عايز اسالك سؤال ونرد، بترد عليا بسرعه بس لو ممكن. تتوقع بعد الانتخابات تحريك في سعر الصرف، في سعر الصرف الرسمي؟ اتوقع طبعا تحريك، وان لم يتم ربطه بشكل سياسي بالانتخابات نتيجه تصريح رئاسي سابق، لكن سيتم ربطه بشكل اننا نمارس المرونه التي وعدنا بها، وسيتم ربطه ايضا ربما بتغيير حكومي ليس بالضروره له علاقه بالتجديد الرئاسي. شكرا دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي.